التلميذ هو سميتو حفيظ يصفوان في الاولى اعدادي واحد. كل ما هناك ان درنا واحد الاجتماع ديال الاساتذه والاباء والامهات نهار 12 سبتمبر. الوالدين ديال هذا التلميذ هذا ما جاوش. اي البارح جات الام ديالو تصاص بالحراسه العامه، قالت لك بغات تشوف النقاط ديال ولده. عندنا واحد الكارني دو ليزون مدينا لها، وقعت فيه وشافت النقاط اللي كان عنده شويه، خلاص واحد الحاله هستيريه. علاش؟ قالت لك ان ولدها ما تيقبش هاد النقاط وماشي هما هذاك، وكان كيجيب الولد عنده 16 في الرياضيات. قالت لك لا موافق يجيب 18 19، عنده 19 في ونص على 20 في الفيزياء، عنده 16 في علوم حياه الارض، عنده النقاط 14 ونص في الاجتماعيه التاريخ الجغرافيه اللغه العربيه 13. قالت لك لا هذا ماشي هذه النقاط الى اخره. شويه طلبات من الحراسه العامه باش تشوف بعض الاساتذه، جبنا لها الاستاذه ديال اللغه الفرنسيه والاستاذ ديال الرياضي والاستاذ ديال اللغه العربيه، وتواصلت معهم شويه. قالت لك انا بغيت نشوف الولد ديالي، عيطت للولد ديالها وبقات بقات كتغوت عليه قدامها. الولد بقى ساكت، قالت له شنو النقاط الى اخره. الولد تبين بانه تحس بانه النقاط ما قامش بالواجب. هذا الفتره الصباحيه ديال امس الاثنين مع 12 ديسمبر مع 11 ديال الصباح. الوليد خرج كيف عاده جامعة جوجونس، خرج هي من اللي تذكير ان الام ديالو كتجيبو مع 8 ونص ديال الصباح وكتسدي وكتجي موراه باب المدرسه، كتاخذ من باب المدرسه مع 5 ونص ديال العشيه. الامور كانت عاديه لحد الان. شويه الام ديالو قبل ما يلا صونينا مع 5 ونص خرجوا التلاميذ، والام ديالو اتصلت مع الاستاذ ديال اللغه ديال الرياضيات، قالت له علاش ولدي يجيب 16؟ قال لها اللي بغيتي تكلمي معايا يلا نطلعوا للمدرسه المؤسسه ما نتكلموش غير في الزنقه. وبقات الام كتجي خذات الطوموبيل ديالها مشات. في فائده به، جاو الاهل ديالو وجاو الوالدين وكيغوتوا الولد ديالنا اختطاف، وقات وما نعرف اتصلوا بالصحافه اللي غادي نشوفوا مع الجانب الحقوقي ديالنا الحقوق ديالنا في هذا الجانب، غادي هذا شان اخر. وبقاو تدخلات خارجيه وبقاو الناس كيتكلموا بالوكاله على الوالدين، والوالدين كاينين على اساس انه باش يركزوا على الفكره ديال انه اختطاف وان سميتو. عيطنا سميتو الاداره كاينه من 5 ونص حتى 6 وحنا كاينين، جاو الشرطه مشكورين. عيطنا للتكنيسيان، شفنا لي كاميرا كاملين، جميع الكاميرات كانوا خدامين، وبقينا متبعين المسار ديال الوليد ملي خرج من القسم حتى هبط للزنقه حتى خرج من الباب. هنا واحد التوضيح بسيط بالنسبه للتلاميذ اللي بعض الناس اللي مكلفين بالصحافه ولا بعض الاباء اللي كانوا كيسوقوا الفكره على انه المسؤوليه ديال المدرسه حتى الولد يدخل للدار ديالو. هذه كاينه في الجانب ديال التلميذ، انه اذا كان عنده النقل المدرسي، هذا الوليد صفوان ما عندوش النقل المدرسي، وبالتالي مع 5 ونص كان الام ديالو كتاخذه يوميا من باب المدرسه، وتيكون المدرسه فيها العشاء وتيكون المسؤولين وتيكون سميتو. امتى تكون المسؤوليه؟ فاش يكون التلميذ عنده النقل المدرسي تيتخاذ داخل المدرسه، وكان وصلوه سميتو حتى لاسيغونس كتكون ضامنه له لاسيغونس ديالو حتى كيوصل للدار ديالو. اما او اللي كان عنده لاكارد، حنا في لوكوليج ليسي ما عندناش شي لاكارد، الاباء كياخذوا وليداتهم على حسب الاختيار ديالهم، او كيصيف او كيس الوليدات كيمشيو بحالهم مادام ان الوليد كبير شويه، كاين اللي كيمشي على رجليه حسب الاختيارات ديال الاباء. وبالتالي واش كاين شي حالات للاباء والامهات هما كيجيو يقول لكم ما تخليوش الابناء ديالنا يفرجوا واخا ما عندهمش لاكارد ولا هذا؟ كاين بعض الحالات، اذا كان بعض الحالات مثلا الام او الاب تيجي تيقول الله يجازيك بخير الوليد ديالي سميتو ما تخليش يخرج حتى نجي ناخذه انايا، تيبقى داخل المدرسه. حنا المدرسه كتبقى واخا كنسالي مع 5 ونص 6 ونص عادي كيمشي كتدخل المدرسه، بين ما رجع الترونسبور بين ما دار لو سيركوي ديالو الى اخره. وبالتالي المسؤولين كانوا وبالحضور ديال الممثلين ديال الامن و سميتو ما كاينش ديك الترهات. دابا اللي بقى في الحزن النفس وغادي نديرو المتابعات القانونيه باش ناخذ الحقوق ديالنا، هو انه الاب قال لك انا بغيت نشوف، ماشي الاب الجد كيتكلم بالوكاله على الوالدين، قال لك انا بغيت نشوف مول المدير. وفاش بدا كيتكلم تيقول لك الناس ديال الشكاره كيقصد بالمدير ان مول المدرسه المؤسس ديال المدرسه اللي بغى يشوفه شخصيا مع ديك في الليل. واش سميتو واش هذا معقول؟ كيبقى كنطرح السؤال. وبالتالي في الاخر عاد جانا الخبر بانه الوليد كان مخلوع، شاد داز على مو فاش خرج من باب المدرسه داز لقى مو في السياره كتعاينو، حنا راسو وزاد بالخوف ديالو.
وعاود رجع لقى الخوال ديالو كيعاينو هو هو يغبر العقل ديال الطفل بحال الاطفال. وفي الاخر عاد لاشونس عاد قالوا راه كاين جا للدار سميتو. وهاد الكلمه ديال اختطاف وهاد التكبير ديال وهاد الشهير هذا ما عنده حتى شي مكان. وبالنسبه للي كيقولوا بان ما كان حتى شي مسؤول، انت كتاكد ان كان المسؤول وكان السيد الناظر هنايا ولكن ما كانش صاحب المؤسسه يعني صاحب المقاوله؟ لا لا، هي حقيقه ما يمكنش، مستحيل اي مؤسسه خصوصيه او عمومية ما يمكنش المسؤول يخرج حتى يكون اخر تلميذ كيخرج، حتى يكون لي ترونسبور كيدخلوا وكيتسدوا البيبان بصفه لي كارد الوالدين كيجيو مورا الوليدات ديالهم اللي صغار لا ماترنيل وكيتسد نهائيا المدرسه عاد كيقول خرج. الا ما كانش الشخصيه ديال المدير التربوي كتكون النائب ديالو هو الناظر او تكون الحراسه العامه، دائما تيكون المدرسه عامره حتى واخا كيمشيو الناس نص ساعه ولا ساعه الله بعد كتسول، لان هذه المسؤوليه ديالنا وداخله في العقده ديالنا مع الاباء، انما وليداتنا ماشي سلعه ولا شي حاجه. وبالنسبه اللي كيقولوا بان هذه المسؤوليه ديالكم فعلا، ولكن بالنسبه اللي كيقولوا بان انتم ما تواصلتوش مع الصحافه ورغم انها كانت هنايا ما عطيتوش ما قلتوش الراي ديالكم حتى انتم. هي اساسا انا تفاجأنا كبير علاش ان المنابر ديال الصحافه حضروا بواحد الكثافه بحال اللي وقعت جريمه قتل او بحال اللي وقع فيضان او زلزال. المساله بسيطه كتوقع يوميا، وهاد المسائل العاديه الوليدات كيتم خارجين غادي عند والديهم، كنعيشوا حنا يومين هاد المشاكل. الوليد كيمشي اما كيمشي عند جدو ولا خالته ولا شي حاجه قبل ما يدوز للدار ديالو، فديك التاخير ديالو ديك نص ساعه ولا ساعه عاد تيتصلوا بنا باش يقولوا راه الوليد جا. اما في الناحيه ديال النقل الدراسي هذيك ما كانش مشكل حتى كيتوصلوا الوليدات كاملين وكيرجعوا الطوموبيلات. وبالتالي هذه القضيه ديال الصحافه علاش غادي نتصلوا حنا بالصحافه وحنا كنعرفوا ان سير عادي ديال الوليدات، كاين اللي كيمشي مباشره للدار ديالو، كاين اللي كيجي والديه موراه ياخذوه بيديه، كاين اللي كيتعطل شويه كيدير يتفلى كيمشي يشري حلواك او يدير هكا وكيجي معطل شويه. هذه يومين كنعيشها يومين، علاش غادي نكبروا المشكل؟ وهي مساله جاريه في المسائل العاديه، ما جراش 24 ساعه ولا 48 ساعه ولا الولد ما قراش وقلنا له حق حنا قرا، الولد قرا في الصباح وقرا في العشيه، وبالتالي مسائل عاديه. وهذيك المسائل ديال الاتهامات غادي ناخذ مجرى اخر ان شاء الله. وبالنسبه للكاميرات، واش الكاميرات كانت خدامه كامله؟ جميع الكاميرات كانوا سميتو الا يمكن تاكدوا اللي بغى يتاكد مرحبا به، عن جميع الكاميرات كانوا خدامين، وبالتالي لا تراسيبيليتي ديال التلميذ ملي خرج من القسم كما قلت في البدايه وحنا تابعينه في الكاميرات هبط في الدروج خرج للباب، فاش خرج للباب تما كتنتهي المسؤوليه ديالنا. فاللي طرح اللي طرحوا على ان الولد اختطف راه داو في السبيطار، تعرف فاش كيكون شي حاجه الناس كيدخلوا وكلاش كيقول الراي ديالو كيس يقول لك راه سميتو راه الكاميرات ما خداميش، حنا محملين المسؤوليه ديالنا وكان نوجه خطاب للمسؤولين اللي عندهم اللي كان حنا تابعين لهم باش يجيو يفيريفيو واش كاينين الكاميرات واش كاين القوانين ديالنا ديرنا او ما ديرنا شيء. هذا ماشي لعبه، هذه راه وليدات كبيره ديال الوليدات وراه مسؤوليه ديالنا وراه حنا مواطنين قبل ما نكونوا سميتو مقاولين.